منذ 1400 عام عاشوا في البراري، ناموا في المضارب، أضاءوا لياليهم بإشعال الزيت والحطب. لم يعرفوا غير الرعي والسبي والغزوات. تقاتلوا، تحاربوا، تناحروا، تزاوجوا. منذ 1400 عام تركوا لنا قصصاً وسيراً ذاتية وأحاديث ونصوص قالوا إنها مقدسة كما قال الذين من قبلهم. وبعد 1400 عام يتوجب علينا أن نفكر كما كانوا يفكرون، أن نلبس كما كانوا يلبسون، أن نعيش كما كانوا يعيشون، أن نتقاتل كما كانوا يتقاتلون، أن نتزوج كما كانوا يتزوجون. 1400 عام من التزوير والمطلوب أن نصدق كل ما وردنا. 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة غير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربة وإرضاع الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق، فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان.